وقوفي مع تشاد حكومة وشعبا ومؤسساتها في وفاة قائدها مشير إدريس دبي إتنو الذي رحل في 20 أبريل الحالي. بعث رئيس اتحاد جزر القمر أزالي أموزاني سفير دولته لدى تشاد والمبعوث الخاص لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية المقيم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أسماني يوسف مندوحة، بعثه إلى أنجمينا ليقدم برقية تعزية خطية إلى الشعب التشادي عبر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال جمادوم تراينا. كما ناقش الطرفان خلال المقابلة أوجه التعاون بين البلدين. وعند خروجه من المقابلة أكد السفير وقوف بلاده مع تشاد لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، كما قدم مؤاساته للشعب التشادي على فقدان رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. إذا أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا بمناسبة وفاة المارشال تشاد سحامة إدريس ديبي. نحن معكم في أي شيء، نحن معكم في أي شيء. بهذا المناسبة الجزر القمر يكون معكم في كل وقت الذي تريدون أن تكون سهلا في أي الأمن وكل شيء. إن توافد ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى البلاد في هذه الظروف الاستثنائية والمؤلمة لمشاطرتها في آلامها وأحزانها هو دليل على مكانة الراحل المشير إدريس ديبي إتنو في قلوب رؤساء الدول والحكومات والشعوب، نتيجة لما قام به من أعمال وجهود مثمرة في دول المنطقة والعالم أجمع.